تخرج الآن من باب منزلك وتركب سيارتك. أنت مضطر لإنجاز هذا المشوار، فهناك روتين ممل يجب عليك اتباعه. تحتاج إلى شراء أغراض من البقالة، كل ما تحتاجه ورق تواليت وبرتقال، لكن بطريقة ما تجد أنك غادرت متجر البقالة مع 4 أكياس ممتلئة. يحدث ذلك للجميع. يجب عليك وضع الأكياس في صندوق السيارة. لحظة، إنه ممتلئ. هناك عدة أغراض قديمة قررت التبرع بها. لن تضع الأكياس في المقعد الخلفي، فقد تسقط. إليك الحل. أحضر 4 خطافات متناقلة كهذه. ارفع مسند رأسي قليلاً. يمكنك الآن وضع الخطافات على هاتين القطعتين المعدنيتين. افتح الخطافات وعلق الأكياس عليها. ممتاز. أوه، هل أعجبتك هذه الفكرة؟ رائع، فهناك المزيد من الأفكار الذكية التي ستسهل حياتك كسائق. نعرف جميعا تلك الأيام المشمسة الحارقة التي تتمنى فيها وجود شراب في يدك. اليوم أحد هذه الأيام. اشتريت من البقالة قنينة كولا من النوع الذي يحتاج إلى فتاحة قوارير، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود فتاحة بحوزتك. لا تقلق، هل ترى هذا الجزء المعدني على حزام الأمان؟ إنه موجود بهدف الحفاظ على سلامتك، لكنه أيضا بشكل الفتاحة. حل سهل. أما تزال بحوزتك أغطية أشرطة DVD قديمة؟ انفض الغبار عن أحد هذه الأغطية واستعد لصنع غطاء استيريو جميل لسيارتك. إليك الطريقة. أحضر مقصا وقص الحواف. الفكرة هنا إنشاء غطاء مسطح مثل الورق تقريبا. بقية العملية سهلة. توجه إلى سيارتك مع الغطاء الجديد وقص أي أجزاء إضافية وضعه تحت نظام الاستيريو حتى لا يسقط. بعد ذلك كل ما عليك فعله إغلاقه، سيبقيه الغطاء نظيفا. إلى جانب ذلك لن تخطر أي فكرة لأصحاب النوايا السيئة. أنت تقود سيارتك لكنك نسيت حامل الهاتف في المنزل. أوف، تحتاج إلى نظام تحديد المواقع أو إلى إجراء مكالمة أو تسجيل مقطع فيديو بعنوان شاهدوني وأنا أقود السيارة، لذا تضطر كعادتك إلى الارتجال قليلا. ابحث في أسفل المقعد عن بعض الأشرطة المطاطية. من الواضح أنك لا تستفيد منها. لم تعثر عليها هناك؟ تحقق من درج السيارة. وجدتها. بعد ذلك لف شريطا أو شريطين بإحكام حول فتحة التهوية، ثم احشر هاتفك في المنتصف. إن فعلت ذلك بشكل صحيح فسيصبح لديك حامل هاتف بدائي يفك الأزمات. إن فعلت ذلك بشكل خاطئ، لنقل هنيئا للفن المعاصر. إن كنت حصلت على رخصة قيادتك مؤخرا أو على سيارة جديدة ولم تتقن قيادتها بعد، فإليك حيلة بسيطة يمكنك استخدامها للاعتياد على قيادة سيارتك الجديدة. أحضر عبوة بلاستيكية وضعها أمام سيارتك، ثم قد فوق العبوة عدة مرات للأمام والخلف. سيساعدك هذا في معرفة مكان العجلات بالضبط ومدى اتساع مقدمة سيارتك. الآن تشعر أن لديك موهبة فنية مدفونة، لكنك لست متأكدا من ذلك. كل ما تحتاجه شريك فني مثالي، سيارتك. أحضر 4 أنابيب دهانات صغيرة، وضعها في صف على ممر سيارتك، ثم اسند لوحة رسم فارغة أمامها مباشرة. يمكنك استخدام قطعة كرتون كبيرة أو ملاءة سرير ممددة أو مجرد ورقة سادة. حانت الآن مع الجزء الممتع. اركب السيارة وشغل المحرك وقد فوق أنابيب الدهانات. سترش الألوان في كافة أنحاء اللوحة وترسم لوحة فن تجريدي فريد. تهانينا، أصبحت رساما. عند السفر بالسيارة تصبح جفون عينيك عدوتك اللدودة، لأنها تنعس باستمرار. إن كنت تعاني من ذلك، جرب الفكرة التالية في المرة القادمة التي تسافر بها بسيارتك. أحضر مرتبة هوائية. هل تشعر الآن بالقليل من النعاس أثناء القيادة؟ اركن سيارتك في مكان آمن وحضر المرتبة الهوائية في المقعد الخلفي، ثم خذ غفوة. ستستيقظ وأنت تشعر بانتعاش كبير وستكون مستعدا للعودة إلى الطريق. كما يمكنك ترك المرتبة هناك حتى تكون جاهزة متى ما أردت أخذ غفوة أخرى. إن كنت تسافر مع صديقك، فقد يشعر هو الآخر بالنعاس أثناء الرحلة الطويلة. الحل في حالته أسهل قليلا. اشتري غطاء منفوشا لحزام الأمان، وهكذا يمكن لرفيق السفر إمالة رأسه إلى الجانب وأخذ غفوة. آمل ألا يزعجك بشخيره. قد تكون مرايا سيارتك صغيرة جدا لدرجة أنها لا تظهر لك ما تريد رؤيته على الطريق بالضبط.
وقد تكون الأماكن العمياء مزعجة للغاية، وينتهي بك الحال برقبة تؤلمك بسبب الالتفات في كل مرة تغير فيها حارتك. مع مرآة بزاوية عرض 180 درجة لن تضطر إلى الالتفات برقبتك طوال الوقت. تخيل السيناريو التالي: لديك 4 ركاب في سيارتك، صديقك بجوارك نائم على غطاء حزام الأمان الرائع الذي ركبته مسبقاً، وهناك صديقان آخران يشعران بالملل في المقعد الخلفي ويتصفحان هاتفيهما. من باب إكرام الضيف تشحن جهازك اللوحي قبل بدء الرحلة حتى يتمكن من مشاهدة فيلم أو أي شيء آخر، لكن من سيرغب في حمل جهاز اللوحي لساعتين كاملتين؟ ما عليك سوى استخدام أحد حوامل الأجهزة اللوحية الجاهزة للاستخدام والتي يمكن تعليقها على المقعد الأمامي. بهذه الطريقة سيبدو حامل الجهاز اللوحي كأنه تلك الشاشة التي تعمل باللمس على متن الطائرة، مع مئات الأفلام للاختيار من بينها. يا لك من مضيف كريم! كما يستحق ركاب المقعد الخلفي المزيد من الراحة، علق بعض الشماعات اللاصقة بالشفط لخلق مساحة إضافية للتخزين لرفقاء السفر. يمكنهم تعليق قطعة قماش لحجب الشمس وكيس رقائق بطاطس ومروحة متنقلة إلى آخره. إنها فكرة مثالية حتى تفتح النافذة دون قصد. شنطة السيارة: إنها أشبه ببركان أمتعة أكثر منها خزانة مرتبة. إنها عاصمة الفوضى. لماذا لا تبتكر نظام تقسيم يدوي الصنع لإبقاء الأغراض مرتبة؟ يمكنك استخدام خشب أو بضعة صناديق كرتونية، قسم للأطعمة وقسم للأوراق عديمة الفائدة وقسم للأمتعة وقسم للخريطة التي لم تستخدمها منذ 10 سنوات. هل نسيت أي شيء؟ إن كنت تقود سيارتك في رحلة طويلة فقد تشعر بألم في ظهرك. أوه، لقد نسيت إحضار مرتبتك الهوائية. ما عليك سوى وضع وسادة ظهر داعمة للقطنية أسفل مقعدك واستخدامها عند الحاجة. لنكن صريحين، لا يتقن جميعنا فن ركن السيارة. ربما كشطت سيارتك قليلا بضع مرات لأنك لم تكن شديد اليقظة. أحضر بضع دجاجات لعبة، أعني تلك التي تصرخ عندما تضغط عليها. تحذير: ستبدو سخيفا للغاية لكن لن تخدش سيارتك بفضلها. أخرجها قبل ركن سيارتك ثم علقها على زوايا السيارة الأمامية والخلفية. عندما تقترب أكثر من اللازم من لافتة أو حائط أو سيارة شخص آخر ستصيح الدجاجة بأعلى صوتها، وإن وصلت التحرك بعد صياح الدجاجة فستعمل بمثابة ممتص صدمات طري يحمي طلاء سيارتك. عدت إلى المنزل بعد رحلة ناجحة وآمنة لكن سيارتك متسخة للغاية. هناك بضعة أماكن لا يمكنك الوصول إليها. لا بأس، أحضر قطعة سلايم. نعم، سمعتني بوضوح، سلايم. مررها على تلك الأماكن التي لا يمكنك الوصول إليها. ستلتصق هذه المادة اللزجة بالأوساخ. ما عليك الآن سوى سحب السلايم. ألا تعرف السلايم؟ أنت بصدد قضاء أمسيتك على اليوتيوب. هل لديك كلب تضعه على مقعد سيارتك الخلفي بشكل متكرر؟ من المؤكد أنه سيسليك أثناء القيادة، لكن هل يسقط شعره بغزارة؟ انظر إلى كل ذلك الشعر الذي تركه لك كهدية شكر. شكراً، تحب كلبك لكن هذا يثير غضبك. لماذا لا يسقط شعره في حديقة المنزل؟ في الواقع يسقط شعر الكلاب دائماً، لذا أحضر غطاء أو بطانية طويلة بما يكفي لتغطية المقعد الخلفي ومسند الظهر. بهذه الطريقة حتى لو تحرك رفيقك الفروي فسيسقط كل هذا الشعر على البطانية مباشرة. لكن تذكر غسل هذه البطانية، فأنت لا تريد أن تتلطخ ملابسك النظيفة بالشعر.